ببلوك نوت اليوم عم نستقبل اشخاص برعوا بالمجال يلي اشتغلوا فيه، وطبعا انه نكون عم ندير شركه ونوصلها للنتائج المطلوبه وللنجاح المطلوب منا شغله هينه، حتى لو كانت الفكره اوقات كثير مهمه وبلكي تكون مش موجوده بلبنان او بالمنطقه، ولكن اداره الموضوع هي بتبقى الاهم. معنا باستوديو كريم بارودي بركات، اهلا وسهلا فيك سي او انتو توكس ببليك هيلث، هلا بنتعرف عليكم اكثر. ومعنا كمان جميل قرباني، اهلا وسهلا فيك، جرين ستوديوز دوت نت، كمان مع مجموعه من شركاء رح تخبرنا بعد شوي قدرتوا توصلوا لتاخذوا اوورد من البي ال سي بكومبيتيشن بتخليكم تكونوا افضل شركه للعام 2012. اما انتو توكس فبالنسبه لك كارين امراه العام المبادره لل 2012، واللي وصلتي هالشركه ل يعني مستوى مهم رح نشوف شو هو. اهلا وسهلا فيكم بالاول وهابي نيو يير، شكرا. ان شاء الله 2013 تكون مثل 2012 عليكم بما انه هالقد كانت ناجحه 2012. خبريني كارين عن هالكومبيتيشن، وبالنسبه لك اول شيء شو هي انتو توكس وكسي او كيف عم تقدري تعملي مانجمنت ناجح؟ انتو توكس هي شركه بتكافح الحشرات، بيست مانجمنت سيرفيسز. نحن بلشنا سنه 2000، ربحنا الكومبيتيشن لانه كانوا عم بفرجوا قد ايه تقدمت الشركه من 2000 لل 2012. نحن الشركه بلشت مش بلشت نحن اشتريناها بال 2000 من شخص كان فيها موظف واحد وكان فيها سياره واحده وكانت تعمل تورن اوفر 35,000 دولار. ب 12 سنه وصلت انه صار عندنا اكثر من 100 موظف، صرنا موجودين بلبنان وبالسعوديه عندنا 4 فروع وبقطر، وصار التورن اوفر تبعنا اباف فوق المليونين دولار. ربحنا الاورد لانه تقدمت هالقد الشركه وهالقد هيدا، ولانه انا فاهم انتربرونور قدرت اتوصل لهال يعني بالكومبيتيشن. انت لهال بهالدومين كنت عم تشتركي، وعلى اي اساس يعني بيصير الاشتراك بهالكومبيتيشن؟ هو كان في مشتركين من كل الدومينات يعني، واندرست كل شركه قد ايه كرييتيف وقد ايه تقدمت وقد ايه عندها بروبابيليتي تضلها مكمله بالمستقبل، يعني قد ايه عندها لايف تايم تضل عايشه الشركه بعدين، وقد ايه نحن سوشيالي ريسبونسبل تجاه المجتمع، يعني قد ايه عم نعمل اشياء تنساعد المجتمع بكذا شغله، من ميلي جوينج جرين، كمان قد ايه نحن ريسبونسابل بالموظفين بكل يعني كل اذا بدي كل الكوتيات تبع الشركه. شوف مع جميل خبرتكم انتم مختلفه، ولكن كمان في هالنقطه رح ارجع لها كمان مع كارين، هي انه قد ايه واحد بيكون مآمن بالشغله يلي عم يعملها بدون ما يكون اكيد من النتيجه اللي رح يتوصل لها اوقات، بس بيكون عنده هالايماجينيشن او هالاقتناع او هالخبره حتى يلي بتقدر تخليه يشوف لبعيد. بالنسبه لكم اول شيء شو اختصاصكم بالتحديد وكيف توصلتوا لهالاول؟ نحن 4 عملنا جرين ستوديوز، 2 منهم ديزاينرز اركيتكتس يعني، وحدا مختص تكنولوجي لاندسكيب، وانا ايكونومكس اقتصاد يعني. لذيذه لانه 4 بيفكروا كل واحد بالدومين تبعه، مش كلهم بنفس الدومين يعني، مش كومبيتيتورز ولا بشيء بعدين. لا هذا لا، كل واحد بيعمل شغله بيقدر يبرع بالدومين تبعه. بتحسي انه عم تاخذي 360 ديجريز جوات الستارت اب. بعدين ستارت اب نحن عملنا 3 سنين، يعني اكيد كثير صعبه وكثير لذيذه بذات الوقت، اكسبيرينس كثير حلو، بدها كثير باشن هيك. هلا قررنا نعمل فيرتيكال لاندسكيب، يعني نطلع بنايات نلبسها من برا جنينات وهيك، وتكنولوجي صعب شوي بالعالم. بعد الصور تكنولوجي عن جد كثير صعبة شوي. كنت عم تقلي ما في منها يعني، انه في كثير قليل يعني بينعدوا على اسابيع قديه الناس بيفهموا فيها بالعالم، مش هذا بس. ايه نحن فايتين كمان انه جديد 3 سنين صار لنا. بالبدايه ما كنتوا بهالوارد شو كان المشروع الاساسي؟ هو هيك كان المشروع الاساسي. المشروع الاساسي فيرتيكال. 4 بدك تقولي 4 اصحاب التقوا على هالخبريه، لانه كل واحد كان ببلد ومن ميل والتقوا ليعملوا هذا الشيء. عم نشوف بعض الصور على الهواء. هالفيرتيكال جاردنز يلي اخذوا كثير على كل حال شهره
السنتين السابقين، لانه شيء كثير غريب من نوعه، وكل السؤال انه كيف عم تصير هالاشياء. حتى الاختصاصيين بلبنان يعني تصميم الازهار او يعني عم يستعينوا فيكم صار. هلا بيستعينوا فينا اكثر شيء. نحن بنشتغل مع اركيتكتس وديزاينرز، بنجرب نصمم بيوت وبنيات من الاساس يكون فيها هالسولوشن، خاصة بيروت أو غير مدن ما عندك محل يعني تفوتي خضار، فأركيتكتشر اللي بتطلعي فيها فيرتيكال لذيذة. هيدي إياها يعني. تكنولوجي صعبة؟ تكنولوجي بتمشي تقريبا مثل جسم الإنسان، يعني بتعرفي أنت بيفرق معك شوب وبرد وبتشربي وأكل، ويعني فيها كثير أخبار، فيها بيولوجي نيوتريشن، فيها كثير، فيها تفاصيل كثير لذيذة. رح نحكي أكثر عن تو بزنسز بس بعد هالوقفة. بلوك نوت اليوم عم نحكي عن سكسس ستوريز. معنا بالاستوديو كارين بارودي بركات، اهلا وسهلا فيك مره جديده، وجميل قرباني اهلا وسهلا فيك. رح ارجع عند كارين، سي او اونتوتوكس بابليك هيلث، هيدا يعني اونتوتوك بابليك هيلث اسمه. خبرينا شوي كيف ممكن، كنت عم اقول قبل شوي مع جميل، الواحد يقدر يشوف هالقد لبعيد او بياخذ الريسك وبيفوت. كنت عم تقول انه اونتوتوكس كانت التيرن اوفر 35,000 دولار، واليوم عم تعمل تيرن اوفر كثير كبير مع 100 موظف. مزبوط. من موظف ل 100 يعني. هلا هي هيدي انه قصه واحد يكون انتربرونور ما لنا شغله كثير هينه، اكيد فيها ريسك اول شيء. هلا انا وقت اخذت ريسك كنت بعدني صغيره، كان يعني كانت اذا بدك كان ريسك صغير لانه اشتريناها بمبلغ صغير للشركه، وكنت انا بعدني يونغ وهيك محمسه وعرفتي. بعدين اكيد بتكبر مسؤوليه كثير، خاصه هلا مع كل المشاكل، انه الانتربرونور بفل على بيته ما بيطفي راسه، بضله داير، بضل يفكر بشغله. انا عم شوف الجايزه اللي اخذتيها كامراه العام المبادره. بقى الانتربرونور اكيد صعب شغله الانتربرونور وفيها كثير مسؤوليه، بس انه انا فتت فيها وصارت تكبر الشركه. هلا اكيد كان عندها شي بار حوالي. انت اندستريال انجينير بالاساس. مزبوط. يعني شوي بعيد عن الموضوع. بعيد ايه شوي، ما خاصه ما خاصه بالموضوع. مزبوط. ولكن بضل هالباك جراوند او الخبره اللي بيكون عنده اياها شخص يقدر يستفيد منها، حتى لو كان مغير، خاصه اذا عامل دومين شغله مهندسه وهيك، بضل عندك بصير عندك كريتيكال ثينكينج وهيك تفكري اكثر. واكيد كان عندي انا باك اب حوالي كثير، بي بالاول ساعدني تاشتري الشركه، جوزي كان سبور على طول حدي، وكل الناس اللي بيشتغلوا بأونتوتوكس بنشتغل كلنا مثل العائله اذا بدك، يعني فيري ويل ستراكتشرد، بس يعني التيم كله بيشتغل من كل قلبه، بيعتبر انه الشركه شركته، ما يعني مشان هيك قدرنا نكبر ونوصل لهون. تنرجع جميل لجرين ستوديوز دوت نت، وكنت عم شوف انه هالجنين المعلقه يعني هالفيرتيكال جاردنز، بعدين بدهم انترتين. هلقينا وين ما كان بلبنان، بعطي كمان جنينات معلقه. بس هودي اجمل شيء على القليله، هولي جمال يعني خالص. بس في انترتين بده ينشغل عليه بعدين، يعني منا شغله هينه مثل اي بلانت بتحطها بالبيت. لا هو اهين من جنينه عادي على فكره، لانه في مثل بروجرام واورديناتور بيمشي بمشي هالجنينه حسب الطقس برا وكثره المي وقله المي. يعني عندك شقفه منها اوتوميتد انه بتخفف عليك هذا، والباقي بيصير فيه هيك فيزيتس 3 times 4 times a year. طيب بلشتوا عملتوا انفستمنت بهالنوع من الافكار يلي معقوله تعتبر لوكس، معقوله تمشي او ما تمشي، او كنتوا لا شايفين انه لا هلا عارفين انه شيء، انه عارفين انه شيء منه ادريس للبابليك، انه شيء لوكس وعنده ايه انه، بس نحن بالنسبه لنا بنشوف الماركت كثير كبير لهالشيء. يعني لبنان والبلاد العربيه ما بتشوف، يعني بتروحي بتشوفي مدينه قويه البيتون فيها قوي، ما بتشوفي فيها جنينات وتكنولوجيا بتدعس كثير. يعني بدنا الفيوتشر وين الاخضر، الاخضر عم يختفي. هيدي خلص فيك تكون اكيد اتس ذا فيوتشر فيرتيكلي او حتى على السطوح كمان، يعني اتس نفس التكنولوجي بس الحيطان موجوده، بكفي بس نحط لها يعني شجر او نحط لها في انواع معينه من البلانتس يلي ممكن انتم تقدروا تستعملون. نحن عندنا مثل مركز يعني. عندنا ريسيرش سنتر على البحر بتبرجه، بنعمل فيه ترايلز تبعنا. لحد هلا صار معنا شيء 130 فرايتي، بس اكيد حسب اي التيتود على البحر، لا قريب شمس كثير فاي بيفرق هيك التشويس، بس انه ايه هلا حيت هلا عم بيصير يبين معنا فيه 130 نوع، يعني كثير عندك تشويس صار. يعني منين اخذتوا كل الخبره؟ هي التكنولوجيا عمرها كلها 7-8 سنين بالعالم،
تقريبا يعني الهيدروبونيكس. فاذا بدك اخذنا الخبره، قرينا كثير عنه واخذنا الخبره من تجربتنا، ركبنا مركز تجارب وبلشنا ترايلز. يعني ترايلز كان فينا ما نوصل لمحل، يعني كانت هيك بس ريسك فيها منيح ريسك. يعني كارين دائما بلبنان، انا ما بحب هالشغله بس دائما بلبنان يعني بنعطى الهم انه مرأة عم تكون يعني مديره على 100 موظف، مع انه بتصور رح تكوني عارفه تنقيهم اكثر من الرجال. سوري جميل. لانه اختيار الموظفين كمان شغله كثير مهمه، ولكن ما في تحديات؟ اكيد في تحديات، خاصه اول ما بلشنا. اول ما بلشت انا كنت بدومين اذا بدي كله رجال، يعني مكافحه الحشرات هو دومين كان اذا بدي في مونوبول عليه بالرجال، انه ما كان في نسوان بيشتغلوا طالبينه بس ما بحبوا يشتغلوا فيه. ايه وان بلوس كل اذا بدك التكنيشنز وهيدا كانوا يعني بيكونوا رجال بالشغل. هلا اول فتره كان في شوي اذا بدك شويه انه صعوبات بهال من هالناحيه، بس كان في سبور حولي، خاصه بيي كان كثير دعمني بالاول بهيدا، لان هو اصلا كان بدومين الزراعه وكثير اذا بدك الكونتاكت تبعه ساعدوني، مشان هيك كانت شوي اهين علي انه اقدر فوت وهيك. بس لا عجن انه بالمطلق لا، كان في صعوبات اذا بدك اكثر تنقلع الشركه وهيك، من انه لان انا بنت، انه العلاقه بين رجال ومراه مدير عليهم. رح ارجع لعندك جميل بالوقت الصغير المتبقى عندي لاشوف قد اهميه هالاوورد بالنسبه لكم بالوقت اللي انتم محققين يعني حالكم، والنتيجه بثلاث سنين اكبر من توقعاتكم حتى يمكن. صح صح. ولكن الاوورد بيبقى لها اهميه. لا عندها اثنين اهميتين، عندها اهميه انه اوكي العالم انت بتنبسطي والتيم تبعك انه نجحتوا وطلعتوا نمبر 1 على 100 وما عارف قد ايش شركه، يمكن 160 شركه قدام ما بعرف. هاي وحده لذيذه، هذه مهمه ودعايه للببليك. هلا نحن مش كثير ادرست على الببليك، اكثر ديزاينرز واركيتكس، بس فيها بارت مخبى حلو انه بدك تعملي بزنس بلان لتقدمي على الكومبيتيشن، يعني بدك تدرسي حالك اي تو زي، وهيدا بيرجع بوعيك يكون الناس انه في قصص مانك مفكره فيها، وترجع تكتبي هذا الدوكيومون كله والدراسه تعمليها تنتبه على الويكنسز تبعك على السترينث تبعك. نفس الفريشن عندك وحلوه فيها ديفنس قدام جوري، انه في جوري من بنك وفي جوري من البرايفت سيكتور شي 12 13 واحد ونازلين فيك تكسير وانت بدك تعملي ديفنس ومعك وقت معين. هيدا حلو يعني، هيدا بينمي بيعمل تريننج لمدرب شركات او هيك لا يعرفوا يحكوا عن حالهم، خاصه ستارت اب يعني حلو. اذا زغطوا يعني فاذا كانين في برين ستورمينج اضطريتوا تعملوه ما كنتوا يمكن رح تعملوها، الشيء بيكون عم ينعش طريقه شغلكم وعملكم. اكيد اول شيء قدمنا للاورد، بعدين نقوا 8 فيناليست، نحن كنا بين 8، جميل كان بالدومين تبعه وانا يعني كل واحد بالاورد تبعه. ايه كانت كثير صعبه لانه قدمنا قدام جوري في منه ناس يعني من الاي اف سي، وكان في ناس يعني عرفتي كثير اذا بدك ناس عندهم خبره بروفيشنال وعندهم خبره، بقى اكيد بدك تشتغلي وتعملي برزنتيشن تقنعيهم انه انت احسن من غيرك وانه انت وصلت اكثر. كان اكيد تشالنجينج كثير، وبعدين الاورد كان كثير حلو لكل التيم لانه الكل بيعتبروا حالهم ربحوا معنيين، لانه هيدي كلها اذا بدك كثير تيم ورك. اهلا وسهلا فيكم، مبروك عليكم الجائزه، بتمنى لكم النجاح الدايم. ميرسي، شكرا. مشاهدينا على وقفه ومش عم نتابع.